نرحب بكم جميعا ونرحب بهذا المؤتمر. عسى أن يأتي بنتيجة خيرة عليكم وعلى جميع الوكالات، وكالات الأنباء الإخبارية في العالم. أشكركم على المحاور التي وضعتموها لهذا المؤتمر، والتي هي أكثر من جيدة وأكثر من مطلوبة، بالأخص في مقاربة ملف الإعلام الرقمي الحديث وتطوره وكيفية مجاراة هذا التطور مع حماية الأخلاق الإعلامية والحرص على الموضوعية، أي كيفية مكافحة الإرهاب وعدم تسليط الضوء على الإرهاب، لأن في هذا الأمر ما يساهم في الحض على الكراهية ولو عن غير قصد. هذا موضوع دقيق كشعرة فاصلة بين القمع وبين الحرية.